تعالوا النهاردة نجرب مطعم درش، يلا بينا. تعالوا اقول لكم جبت ايه من درش وايه، نفتح كده مع بعضينا ونشوف الدنيا ماشية ازاي. تمام، جبت ربع جمبار وجبت محشي مشكل وجبت ربع كفتة وجبت نص فراخ. الاسعار بتاعتها ربع الجمبار عامل 25، المحشي المشكل الصغير عامل ب 20 جنيه، وربع الكفتة عامل 65، ونص الفراخ المشوية عامل 50 جنيه، والكفتة كفتة ضاني، ما عندوش كفتة عادية، عنده كفتة ضاني فقط. تعالوا نشوف يا عم درش جايب لنا ايه. وعلبه تانيه، معلقه وشوكه، والسلطات، وجدك كيس فادي خالص. طيب تعال نفتح كده اول حاجه ونشوف. ده المحشي، محشي مشكل، فيه محشي ورق عنب وفلفل ومحشي كوسه ومحشي كرنب ومحشي بتنجان، يعني تشكيله محاشي كده. فتعالوا نجرب بقى. قبل ما نقيم بس كده ونشوف، هقول لكم جايب ايه سلطات. جايب بابا غنوج، جايب طحينه، والطحينه صيصه شويه مش ماسكه نفسها، يعني انا بحب الطحينه تكون ماسكه نفسها كده، ولكن دي صيصه شويه فما فيش مشكله يعني. وجايب سلطه خضراء. ندوق بقى كده. بسم الله. ده محشي ورق عنب، بسم الله. ده محشي كرنب، بسم الله. ده محشي كوسه، بسم الله. طيب ورق العنب مظبوط جدا جدا، الملح بتاعه مظبوط، وفي المزازه بتاعت ورق العنب ده جامد جدا يعني. محشي الكرنب برضو عجبني جدا جدا، ولكن محشي اللي هو بتنجان ممكن يكون ناقص له بهارات شويه، ما فيهوش الطعم بتاع اللي هو بتنجان يعني، بيبقى فيه كده الطعم القوي ده، بس الوحيد بس اللي خايش. وبصراحه في برضو هنا محشي كوسه، ولكن انا مش بحبه بصراحه. والفلفل برضو مش بفضله يعني اكتر حاجه، ولكن المحشي كده طبق ب 20 جنيه محشي مشكل، شايف ان هو معقول جدا جدا. ونشوف اللي بعديه. تعالى نشوف يا درش الفرخه بتاعتك اللي ب 50 جنيه عامله ايه؟ ندوقها كده. بسم الله. الفرخه الطعم بتاعها حلو، البهارات بتاعتها حلوه، مش مملحه قوي، لان في مطاعم بتبقى الفراخ بتاعتهم مملحه قوي، او البهارات اللي محطوطه عليها كتيره قوي فمغطيه على طعم الفراخ ذات نفسه، ولكن الفراخ مظبوطه جدا، البهارات بتاعتها مظبوطه جدا، الملح بتاعها مظبوط جدا. على 50 جنيه نص فرخه مشويه يعدي جامد يعني. فنشوف اللي بعده. اديني في الكفته الضاني، اديني في الكفته الضاني يا درش. تعالوا بينا نجرب الكفته الضاني بقى. ربع كفته ضاني ب 65 جنيه. دورت على كفته عاديه عنده ما لقيتش، لقيت كفته ضاني فقط. فتعالوا نشوف ربع الكفته اللي ب 65 جنيه الضاني عامله ايه عند درش. طبعا الكفته بتتحط كده في الطحينه، نغرقها كده في الطحينه. شايف الحلاوه، شايف الحلاوه والجمال. بسم الله. كفته الضاني مظبوطه، ولكن انا كنت مفكر ان هي غاليه، فانا سالتهم هنا في البيت، قالوا لي لا هي اصلا ده كده سعرها الطبيعي يعني، وفي كام محلات كان بيبيعها اغلى من كده. ولكن انا مش عارف ليه ما عندهمش كفته عاديه، انت لازم عشان تجيب كفته من عندهم لازم كفته ضاني، مفيش اي خيارات ثانيه عندك. ولكن ككفته ضاني طعم جامد جدا جدا. السعر انا كنت بس ايه يعني مش عاجبني شويه، ولكن هم هنا قالوا لي ان الكفته الضاني اصلا كده سعرها غالي يعني، فانا مش عارف بصراحه. هم هنا قالوا لي في البيت اوكي وطعمه حلو. فايه لحد دلوقتي كده ايه معايا يا درش، بتعدي كده بره الامام معايا كده، فاضل البومبار بس. فتعالوا بقى ايه، الاصعب حاجه حرفيا في الفيديو هو البومبار، لان البومبار صعب قوي ان حد يرضيني فيه يعني. فيلا بينا. اديني في بومبارك يا درش. بومبار ربع بومبار ب 25 جنيه. بص بقى يا عم درش، ده كده اخر اختبار عندك، لان البومبار بصراحه صعب قوي قوي ان حد يرضيني فيه. انا من النوع اللي انا ما بحبش اكل الحاجات دي بره، ما بحبش السمين اصلا عموما، البومبار والفشه والكرشه والكلام ده يعني. البومبار بس هو الوحيد اللي باكله في البيت، اي حاجه ثانيه ولا باكلها جوه البيت ولا بره البيت. ولكن فكره ان انا اجيب بومبار من بره ويعجبني دي صعبه قوي قوي يعني. هيبان بقى دلوقتي درش فعلا حلو في البومبار ولا لا. فهنشوف بقى. ده شكل البومبار. تمام، بسم الله. بص هو البومبار سبايسي، فيه كده ايه لسعت شطه كده حلوه جدا جدا، مش هقول لك اللي هي مضايقاني لا حلوه، ولكن الخضار اللي جوه بتاع الرز يعني باين قوي، وده بصراحه ضايقني شويه، لان في حته بصل كبيره جوه يعني جوه الرز، في الخضار باين، الطماطم والبصل وكده، وانا اصلا ما بحبش اصلا البصل عموما. ففكره ان في حته بصل كبيره دي كبيره شويه جوه يعني الخلطه بتاعت الرز يعني ايه مضايقاني سيكا. فيعني بس لو ايه تقلل بس كده البصل، تفرمه يعني شويه مع التوابل اللي جوه دي والقوطه وكده يعني، بص هيبقى بيرفكت حرفيا، لان كمان حته السبايس اللي فيه دي عجباني جدا جدا. بس تعليقي على البومبار. طبعا اسعار طبعا الحاجات دي كلها اقولها لك تاني، الربع البومبار عامل 25، والمحشي المشكل الصغير عامل 20، والكبير عامل 25، بس انا هنا جبت الصغير يعني. وربع الكفته عامل 65 كفته ضاني فقط، ونص فرخه مشويه عامل 50 جنيه. طيب حلو ولا لا؟ بصراحه عجبني جدا جدا، فكره ان انا اول مره اكل بومبار من بره، اول مره اصلا اجرب المطعم ده يعني، عجبني جدا جدا. ممكن يديله 9 من 10. ممكن لو انتوا عايزيني بقى اجرب حمام من عنده واجرب حاجات كتيره برده ما عنديش اي مشكله، هسيب لك اللينك بتاع درش تحت في الديسكربشن لو انت حابب تروح تطلب من عنده. ودي سلسله جديدة ان احنا نجرب مطاعم، دي لاول مره نعملها اصلا. شوف بقى انت عايز نجرب مطعم ايه ونطلبه، ونشوف بقى ايه ريفيوهات مطاعم بقى في البيت. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت. طبعا احنا بنقدم محتوى جديد جدا، بنقدم مطاعم بقى في البيت وبنعمل حركات جديده بقى يعني. قدر بقى يا صاحبي، شير بقى ولايك وسبسكرايب وكده يعني. لينك الانستجرام هنا لو انت حابب تروح تزورني هناك. وكالعاده ديوس كوتش، السلام عليكم.